القرآن رائع، لا تميل كل الميل، لا تميل أبدا كل الميل، فتصبح كالمعلقة. أنا قعدت 5 سنين كالمعلقة، لا اللي فوق شايفني ولا اللي تحت ناظرني، لا وصل لسما ولا لمس الأرض. ولذلك لما تبعت لا لقيت مال ولا لقيت جاه ولا لقيت سلطان، وأصبحت كالمعلقة. ولما جيت قعدت حساباتي مع نفسي وقفت على رجلي، وناس كتيرة بتحاربني حتى اللي أنا وقفت جنبهم ما كلمونيش، قالوا لي مبروك على برنامجك الجديد على قناة الشمس. يعني لا وقفوا جنبي ولا باركولي ولا سندوني ولا أي حاجة. وليه؟ لأن في نظرهم أنت أديت مهمة وأصبحت بالنسبة لهم لا تسوي شيء، مستخدم. استخدموك وضحكوا عليك وضللوك وفي الآخر سابوك. ربنا مش هيضيع حقي، وربنا بيعوضني كتير جدا، وفي شهر وعشرين يوم برنامج بأعلى نسبة مشاهدة في مصر بدوري الممتاز به. لا يا صديقي، يا ريت زعلانين من الصلح ولا زعلانين ان انا اعتذرت مع على مرتضى، لا انا متباع من قبلها بكتير. لا اوعى تفكر ان مرتضى ولا الصلح ليه سبب، لا 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 لا. قبل ما اعتذر لمرتضى ب6 اشهر، والكلام ده بقوله لاول مره، اتقال لي احنا بنعتذر لك مش هنقدر نكمل معاك. قلت لهم ايه؟ قال لك اصل احنا قفلنا الملف ده. قفلتوا الملف ده ليه يا جماعة؟ احنا كنا بنلعب حورين يا كيكا، راجل قدم كفنه على ايديه وباع الدنيا كلها عشان يبقى راجل وصاحب كلمة. لا اصل احنا قعدنا النظر. طب قعدتوا النظر في ايه؟ في مستقبل الناس؟ في مستقبل الاسر؟ في مستقبلي؟ في مستقبل عيالي؟ في حياتي؟ انا اشتغلت معاكم وانا نجم ستار، كان برنامجي من اشهر برامج مصر. انتوا بتتكلموا بجد؟ طب حتى ادوني مكافأة نهاية خدمة، طب حتى اعتبروني يعني اقول ايه بس، طب حتى اعملوا لي طب كشك سجاير حتى اعتزل الاعلام وبيع سجاير. والله العظيم. طب شغلوني اي حاجة. انا اللي فيه ده نعيم من عند الله، لاني اطلقوا علي كل رصاصات الموت. عشان كده اللي بيهاجمني ومش فاهم مرتضى أرجل منهم بكتير. لأن مرتضى منصور كان ممكن، وهو كان يعلم
انهم باعوني وتخلوا عني كان يعلم جيدا، واللي توثقوا في الامر قال لهم وكان يعلم ذلك، وكان ممكن يقول انا اكمل عليها ولن اتنازل عن قضايا الحبس، ولكن كان راجل وكان جدع. احدهم في يوم من الايام قال لي كده، شوف مستقبلك. قلت له شوف مستقبلي فين؟ فين كلامكم؟ فين وعودكم؟ فين كلمة الشرف؟ فين حياتي اللي انا قررت ان انا افديكم بيها؟ اتقال لي كده، لو مستقبلك في انك انت تشتمنا احنا مسامحينك وشوف مصالحك بعيد عننا. قلت له يا عم ولا اشتمكم ولا اشتم حد، انا محتاج اقعد مع نفسي واعيد حساباتي واعرف اخطائي، وانا عندي من المقدرة اني انا اقدر اتشكل مع كل ازمة، ربنا مديني هذه الملكة وهذه المقدرة. لا عدم مخدرات ولا اهرب من الواقع ولا اسيب البلد وامشي ولا اي حاجة. طرقت كل الابواب، لم اترك باب الا وطرقته. عرضت على ناس اشتغل معد عشان ااكل عيالي بالحلال، معد. كلمت قنوات عربية وبعت لهم السي في بتاعي ورحبوا بيا، وكنت اتعاقد معنا مع بعض القنوات في احد الدول. كلمت ناس زمايلي هنا في مصر، في يوم من الايام ساعلن عن مواقفهم المحترمة معايا، الى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد بزميل عزيز يقعد له في اولاده ويكرمه، وقعد معايا مع بعض الناس المحترمين والافاضل الذين لا ينتموا لاي شيء ولا عايزين مني حاجة غير انهم يقفوا جنبي، لانه عارفوا اني انا بنتهي. ولكن كانوا مبسوطين ان انا صالب واقف على رجلي، ورسمنا مع بعضينا خارطة طريق. ارجع للشاشة، ارجع اشتغل كورة، انت مش بتاع ده. وعدت حساباتي واقتنعت بده. ولما وصلنا الى نقطة البداية الجديدة كان قرارنا، مش اي حد قال لي عليها، اني لا يمكن ان انا اقول سلام عليكم على شاشة وانا بيني وبين احد اي خصومة. ففتحت صفحة جديدة مع الناس كلها، وقبل ما اظهر على الشاشة بشهور قررت ان انا افتح هذه الصفحة، وربنا اداني القوة وساعدني، ودعاء امي كان معايا، والناس المحترمين الافاضل اللي كانت دايما امي تدعي له وتقول له روح ربنا يوقف لك ولاد الحلال، لقيتهم في الازمة. وحضراتكم واللي كان شريكي في المعركة نفسه كان مشفق عليا ويقول لي انا مش عارف اعمل لك حاجة. الحمد لله، والدولة المصرية اللي رهنت عليها وكسبت الرهان، لان اتقال لي انت ممنوع، انت مطرود، انت مكروه، انت انتهيت، انت ملك ظهور تاني. احتضنتني الدولة وأعادتني من جديد، وفتحت الصفحة من جديد، والحمد لله في شهر وعشرين يوم أنا بإرادتي اخترت أشتغل الممتاز به، بإرادتي والله أنا ما أقول شهيد. هترجع وعايز تشتغلي؟ عايز أشتغل الممتاز به.
ايش معنى الممتاز به؟ قلت لهم انا كده انا عايز اشتغل الممتاز به. انا عايز ارجع للناس الغلابة اللي عملتني، ارجع لبداياتي، اغسل نفسي من جوه، اشتغل كورة وبس. وبدأت الامور تحل والازمات تحل خطوة خطوة، كله تحل الى ان ربنا وفقني والتقيت بالمحترمة الست سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون الشمس قبل ما أظهر بشهور، وقبل ما أعتذر للأستاذ مرتضى منصور بشهور، وقعدت معاها وكانت سند قوي وبذلت المستحيل عشان أظهر على الشاشة، وده للتاريخ. والحمد لله سندتني بقوة ووفرت لي كل الإمكانيات. أنا بعمل بالخمسين والستين تقرير، القناة موفرالي لبن العصفور. والحمد لله تغلبت على كل شيء، وبنصح أي حد التحدي والإصرار وتقوى الله طريقك للخروج من أي أزمة أيا كانت. عشان كده مرتضى منصور كان أرجل منهم، وعشان كده سميرة الدغيني كانت أحسن منهم، وعلشان كده اللي وقف معايا بدون مصلحة ولا هوى كان صاحب موقف إنساني أحسن منهم، الشيخ إبراهيم عساس صديق أبو عبد الله بتاع السعودية. طوال الأزمة لم يتركني دقيقة، يوميا كان بيكلمني، سندني بكل حاجة، بالمال سندني، بالمواقف سندني، بالاحترام سندني، بالإنسانية سندني، بالأخوة سندني. وكل ما أكون مخنوق ومتضايق تلاقيني ببيته، وفتح لي كل الأبواب وطلعني من كل حالات المرض والاكتئاب في بيت الله الحرام وعند رسول الله. الناس دي ربنا يكرمها في أولادها وفي صحتها، والبلد بخير وفيها مسؤولين محترمين وفيها ناس أفاضل، وزي ما فيها شر فيها خير. ولا أذكر أحد بأي مكروه، ولكن كل اللي بقوله لكم، مش عارف إيه اللي خلانا فتحنا الموضوع ده، ما تحكموش على حد بالظاهر، لأن ربنا وحده الأعلم بالأسرار والخبايا والسرائر.